هختم جولتنا في دوري ابطال افريقيا بمجموعه من الارقام والاحصائيات اللي بتترجم او بتدي مؤشر على القوه والفعاليه في على المستوى الفني. نروح لحماده ونبدا بقائمه الاكثر استحواذا. يمكن قائمه الاكثر الوداد طبعا بنسبه بس 80% بدون فعاليه بس بدون فعاليه فعلا وده كان واضح جدا من ناحيه الارقام. رقم 2 استحواذ 80% ودي اعلى نسبه استحواذ في كل مباريات الجوله الاولى، ورغم كده فشل في انه يترجم بالسيطره دي. ده دليل ان الاستحواذ مش كل حاجه لو ما كانش في فعاليه، وده دليل ان الاستحواذ مش كل حاجه وان السحر كل حاجه. رقم 2 طبعا هو الاهلي بنسبه 73%. على فكره ده رقم برضو استثنائي، رقم كبير جدا في خاصه وانت بتلعب في دوري ابطال افريقيا. رقم 3 سان داونز 65%، دي الفلسفه والهويه والايديولوجي وكل حاجه. بترو اتلتيكو برضو زي ما كنا بنتكلم برضو قبل الفاصل، عندهم برضو نفس الهويه فكره الاستحواذ. وعندك بيراميدز ويانج افريكانز، يانج افريكانز رقم 6، ده صحيح يقول حاجه مهمه جدا ان الماتش بتاع النادي الاهلي ان هو هيقابل فرقه فريق بيلعب كوره، عندها كوره بتلعب كوره. صحيح. الحاجه اللي بعدها يمكن طيب نروح لنادر التصويب على المرمى، معدل تصويبات الفرق المشاركه في الجوله الاولى على المرمى، نشوف ترتيب الفرق مع نادر. يعني الاهلي بيتصدر ب 11 محاوله الاون تارجت اللي جوه الثلاث خشبات، وده شفناه طبعا يعني ده بخلاف كمان الكورتين بتوع العرض مش بيتحسب اون تارجت اللي كانت بتاعت امام عاشور وبتاعت كهربا. دي من ضمن الفرصه اللي بروحين بيقول عليها فرصه بروحين. بالظبط، هي ما تتحسبش اون تارجت لكن كمان تتحسب خطوره الاهلي. وطبعا شفنا المباراه فريق الوداد يعني زي ما اتكلمنا برضه في موضوع الاستحواذ، هي فكره ان 9 محاولات بس يعني بنسبه 0%. أيوة. عدد الفرص ان هي تترجم لاهداف، وده يدل على ان الوداد هي كان بيعاني. هي الارقام بتوريك القدره على الصناعه او القدره على الوصول. بالزبط. ومستوى الفعاليه. بالظبط. طبعا القدره على الصناعه مهمه جدا، وده دور مرتبط بالتكتيك وفكر المدرب. لكن كمان قصه الترجمه بتاعه صناعه الخطوره دي ازاي تقدر بالزبط. تنجح فيها دي قصه ثانيه طبعا. دي حقيقه. بيجي في المركز الثالث طبعا فريق سان داونز، فريق كان بيلعب مباراته ده امام الفريق الموريتاني. هنا سان داونز على مستوى الفعاليه هو الافضل. بالظبط. يعني وصل بست تصويبات لكن نسبه الفعاليه بتاعته 37%، فهنا الترجمه بتاعه صناعه الفرص الخطيره دي في سان داونز فعاليه مستوى الفعاليه عالي جدا. دي حقيقه. وبيجي في المركز الرابع فريق الترجي. انت لو وصلت المستوى الفعاليه دي في 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 جالكسي طبعا جالكسي 100% طبعا. والاسبيرانس طبعا ترجي الترجي التونسي بالظبط نفس الكلام برضو، يعني 10% من 5 محاولات على المرمى. وبياتي في المركز الاخير فريق سيمبا، وده برضو رقم كويس لسيمبا، يعني انت بتتكلم في حوالي معدل 10% ومن 4 فرص وصل بيهم. وبعيدا عن النتائج تقدر تقول انه القائمه دي تحديدا بتضم اهم الفرق اللي ممكن يكون ليها نصيب في الصعود. دي حقيقه. طيب نروح لصناعه الفرص. صناعه الفرص انا يهمني قوي او اهتمينا قوي بواحده من القوائم تكون فيها صناعه الفرص، لانه الاسم الاول فيها يهمني يعني بيترجم اللي انا قلته اليومين اللي فاتوا الحقيقه. كلام مهم جدا لازم يروح برضه في الحته اللي انت بتتكلم فيها، فكره صناعه الفرص، لان بيوضح الجوانب اللي بيشتغل عليها المدير الفني. يمكن رقم 1 في الدور الاول في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا هو كريم فؤاد. أيوة. عامل 5 فرص رغم ان كريم ما لعبش 90 دقيقه، ولكن بينهم ان كريم فعلا كان مؤثر جدا في الماتش. ويمكن بعد الماتش انا كنت كتبت وقلت ان كريم كان من اهم اللعيبه اللي موجوده في الملعب، وكنت مبسوط جدا ان كريم بدا ان هو يستعيد جزء من فورمته اللي نهى عليها قبل طبعا الاصابه. مظبوط. فكريم لاعب مؤثر جدا، وعندك ناحيه الباك رايت كانت شغاله بشكل كويس جدا. رقم 2 اسامه عبيد برضو عامل 5 فرص. حسين الشحات اللي سجل طبعا الهدف. اسامه عبيد نجم الساحلي. نجم الساحلي حسين الشحات عنده طبعا 4 فرص صنعهم في الماتش. عندك زوزوا اما 2 يعني 2 من اجنحه النادي الاهلي يصنعوا في خلال 90 دقيقه 9 فرص، ده ياكد لك على فكره في 2 كمان موجودين في القائمه، مش بس هم مش موجودين في افضل 5 لان احنا مختصرين القائمه. في كريم الدبيس عامل 3 فرص، في امام عاشور عامل 3 فرص واسيست. يعني برضو الكل شغال، يعني الكل المفاتيح اللي عندك كتيرة. شغال متنوعه شغاله ومتنوعه. عايز كمان ان الكهرباء صنع فرصتين، يعني انت عندك يعتبر كل المراكز عندك كلها بتصنع على بعض وكلها بتشتغل على بعض. عشان كده احنا كنا بنتكلم ان المجموعه كلها بدات ان هي تستعيد الذاكره الاداء الجيد اللي كنا بنشوفه الفتره اللي فاتت. وده كان مطلوب دلوقتي في التوقيت ده، لانه ال 30 يوم اللي جايين
ما فيهمش رحمه، ما فيهمش رحمه. دي صحيح. صحيح. ده صحيح. هو التوقف الدولي كان جاي في توقيته بالنسبه لنا، يعني استفاد منه مارسيل كولر بشكل كبير. انا شايف ده، انا شايف ده جدا. طيب نروح لاخر قائمه معانا ونختم بيها الشامبيونز ليج، الكرات الطوليه. يمكن يمكن انا عندي خلاص نروح اتفضل. لا لا هنلاقي ان حمزه جلاسي لاعب النجم الساحلي، رغم خساره النجم الساحلي بهدفين، ولكن هو المتفوق من خلال 10 كرات بنسبه 50%. احنا هنا بنتكلم على عدد الكرات الطوليه ونسبه الدقه او نسبه النجاح في تنفيذ الكرات الطوليه دي. بالظبط. حمزه بيتفوق على عبد المنعم، رغم ان عبد المنعم فعاليته اكتر، ان عبد المنعم من 9 كرات قدر ان بنسبه نجاح او بنسبه تمريرات صحيحه طوليه 81.8 يعني 82%، وده لعيب مدافع مش لاعب صانع العاب. هنا الكلام اللي بيتقال على فكره دور خط النص، دور خط الظهر في بناء الهجمه، وانه يكون ليه ادوار في المسانده الهجوميه، بيترجم في ارقام عبد المنعم بشكل كبير. وياسر زي ما انت قلت من شويه، دي حقيقه، دي حقيقه. وعبد المنعم بيبقى عنده ميزه دايما مش شايفها في اي مدافع مصري، وان لم يكن يعني اي مدافع افريقي، بامكانيه عبد المنعم ان في الوقت اللي بتلغي فيه مراحل التحضير، عبد المنعم بيقدر يضرب لك اكتر من خط بتمريره مش مريسكيه. عبد المنعم عنده الثقه الكامله تماما ان هو يقدر، يعني الكره وهي في رجله هيعرف يوصلها لبيرسي تاو في وسط 3-4 لعيبه هتعرف توصل له الكوره. خد بالك انه منعم كان مهاجم، مهاجم بالظبط كده، يعني بداياته مهاجم، فسنس يعني دايما كوير. دايما بيور المدافع والمركز بتاع المساك ده يبقى ليه بروفايل كده، الكره فيه دايما تبقى قليله، يعني بالزبط. ما بتحسش انه كورته عاليه، لكن لما يكون لعيب جاي لك من مركز او بداياته مركز، وده طبعا يحسب للعين الخبيره اللي اختارت او شافت في عبد المنعم امكانيات المدافع. ودايما احنا بنتكلم في فكره التوظيف دي، دي واحده من المشكلات اللي عندنا، لعيبه كتير جدا جدا كان ممكن اعاده توظيفها في اماكن تانية يطلع منها قدرات كبيره جدا، وتوظيفها ده ظلمها. ومنهم لعيبه ممكن تبقى موجوده في الملعب النهارده، لو تم تغيير مراكزها في الملعب تلاقيها بتطلع كواليتي مختلفة تمام. كنت عايز اشرح حاجة بس بخصوص الأرقام دي، عشان فيها حتة كده لازم تتوضح. يعني هي القائمة دي معتمدة على عدد التمريرات الصحيحة مهما كان عدد التمريرات الغلط. يعني احنا لو حمزة الجلاسي ده هو عامل 10 تمريرات طولية صحيحة من 20، محمد عبد المنعم نسبة 81% هو عامل 9 من أصل 11 تمريرة طولية. ياسر إبراهيم مش موجود في القائمة دي، لأن أنا كنت اتكلمت معاك في الحتة دي، لأنه عامل 6 من 6، فهو بالنسبة لهم الرقم مش كتير، بس هو النسبة المئوية بتاع ياسر إبراهيم 100%. فده بيدل إن الاثنين بتوع النادي الأهلي ساعدوا الفرقة في الشكل الهجومي. خط الظهر عندك هو أول مرحلة ليك في الناحية الهجومية. بتتكلم على ياسر ومنعم. خليني